مختص بالأمهات، هنا نقوم بعملية العزل، كذلك بعملية المراقبة، وفي نفس الوقت الراحة، نوفر الراحة للسمك هنا قبل الولادة. هذه مرحلات هذا الحوض مختص بالأمهات. بالنسبة للأمهات اللي راهم عندنا هنايا، كاين الكوي اللي راه وصل عندنا في عنده تقريبا 60 سنتيمتر بالنسبة للكوي، وعندنا البواسون روج فيه 40 حتى 50 سنتيمتر في ظرف عامل. هذا الجولد فيش، هذا السمك الذهبي، السمكه الذهبيه او السمك الاحمر، سمك الزينه، هذا اسماك الزينه. هو لازم كل سمكه، كل صنف حسب السن والحجم تاعو يعزلوا وحده. ولقينا فيه تجربه، درنا العام هذا درنا فيه تجربه ولقينا فيها نتيجه جد ايجابيه العام هذا. يعني بالنسبه للاعلاف استاذ، يعني انتم
تكونوا تنجوها هنا او هذا قمنا بعمليه تقوم بعمليه الزرع ويتكاثر بعدد هائل في الفتره، في ظرف اسبوع تقدر توكل به اكثر من 300 ولا 400 حبه من الاسماك، يتكاثر بعدد هائل داخل الاحواض. وعدنا نوعين من العلف، العلف الحي هذا مثل الدافني، وعدنا مثل عشب الازولا، وكاين العدس الماء كذلك غنيين بالفيتامين للاسماك، واستعملوه حتى في تغذيه الدواجن مثل الابقار، ثاني غني بالفيتامينات. مزايا معينه لمزارع ومؤسسات تربيه المائيات على مستوى ولايه الجيزه، من بينها مؤسسه طبس ياسين المتخصصه في تربية أسماك الزينة. اليوم الحمد لله على مستوى ولاية الجلبة عدد مشاريع تربية المائيات يعني خضع المنحة الإيجابي والمحنة التصاعدي، حيث نحصي على مستوى هذه الولاية مؤسسات لتربية المائيات، من بينها أربع مؤسسات تدخل إن شاء الله، هي تدخل قيد الاستغلال إن شاء الله خلال الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله. وهناك مؤسسة لتربية المائيات على مستوى مدينة عين السارة اللي تنتج يعني أسماك البلطي وكذلك أسماء السمك القط أو السلور الإفريقي. اليوم يعني هذا نشاط تربية المائيات على مستوى ولاية الجلبة خضع كما قلت منحة إيجابية تصاعدية والحمد لله. احنا من هذا يعني هذا الأجل ولهذا الغرض نقوم بتكتيك الزيارات المدنية من أجل مرافقة أخواتنا المستثمرين في هذا المجال، سواء المرافقة التقنية أو المرافقة الإدارية، وهذا كله تجسيدا وتطبيقا لتوصيات وتوجيهات السيد معالي وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية لترمي إلى تشجيع الاستثمار في تربية المائيات خاصة في جنبه أو في شقه القاري. قبل ما نقول لكم غير تهلاو في رواحتكم، ورايحين نتلاقاو في عدد جديد من يوم مع الفلاح. سلام.